بحب اعلم بناتي من وهم صغيرين شغل البيت عشان لما يكبروا ويتجوزوا ويتحطوا في مسؤوليه يبقوا قد المسؤوليه دي، ما يبقوش زي البنات الخايبين بتاع اليومين دول اللي ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، ما بيعرفوش يغسلوا طبق، ما بيعرفوش يشيلوا كوبايه من مكانهم، عايزين اللي يخدمهم وهم قاعدين. فانا بناتي من صغرهم كده زي ما انتم شايفين احب اعلمهم كل حاجه. المهم دي بنت صغيره عندها 12 سنه، قلت لها يلا يا رنا علشان تنضفي البيت وتخليه لي قشطه وفله كده. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله عليها، ما شاء الله لما بتنضف فعلا بتنضف صح جدا، او زي ما انتم شايفين بتعمل يعني بتعمل بذمه مش بتكروت وخلاص. حتى السجاد ده قلبت تقيل عليها خالص، والله يعني كانت صعبانه عليا ومش فاكره انا عليها خالص، بس انا ما كنتش موجوده، انا لو موجوده بشيله معايا يعني بشيله لها اصلا. المهم هي راحت كنسه السجاد كده زي ما انتم شايفين، وراحت جرى الكنب كده بسرعه 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 كده، لان انا قايله لها خلصي بسرعه وانجزي بسرعه. بدات كده مش تكنس كده من على الوش وخلاص، لا بتجر كل حاجه من مكانها ما شاء الله عليها، شطوره خالص هي زي ما انتم شايفين. حطوا لها قلب بقى كده وعملوا لها اكسبلور كده وشجعوها بكومنت حلو. المهم راحت ايه بدات كده زي ما انتم شايفين كنست ورا الكنب وورا الكراسي وكل حاجه، وهنا باب البلكونه مش عارفه هو بيفتح ويقفل لوحده ليه، اللهم احفظنا ربنا يستر. المهم يا اولاد ايه زي ما انتم شايفين كده بدات بقى ايه تلم اعزكم الله كده الزباله اهو زي ما انتم شايفين، بسرعه بسرعه يا رنا خلصي يا رنا، يلا يا جماعه شجعوها شجعوها بسرعه، بس بتنضف حلو صح يا جماعه. المهم بتقولي خلاص يا ماما انا كنست اعمل ايه تاني، قلت لها اعملي الحته اللي قدام الشقه. راحت كده زي ما انتم شايفين شالت الموكيت الاخضر والنجيله الخضراء دي وراحت عاملاها، قالت لي اعملي تاني، قلت لها امسحي، قالت لي لازم امسح، قلت لها اه عشان الارض كلها مبقعه وكده امسحي الارضيه يعني بالمره. فهنا بقى زي ما انتم شايفين هي راحت قعدت تتخانق مع اخوها شويه، عادي يعني بيحصل في احسن العائلات، واخوها طبعا عمال يضايق فيها وينزل رجليه ويطلع رجليه، انا كنت همسكه في الوقت ده وارميه من البلكونه بس مسكت نفسي. راحت جابت كده الشرشوبه كده والجردل وبدات تحط ميه بقى كده بصابون بكلور وبدات بقى تلم على الارض كده زي ما انتم شايفين بسرعه بسرعه، هي سريعه ما شاء الله عليها ونشيطه اهي زي ما انتم شايفين بسرعه بسرعه بسرعه، جري 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 مفيش وقت يا ولاد مفيش وقت. طبعا هي بعد ما تخلص هتوريكم المنظر النهائي، واكتبوا لها في الكومنتات كلمه حلوه ودعوه حلوه كده من قلوبكم، وهل انتوا فعلا برضو بتعملوا كده مع بناتكم ولا ما بتخلوهمش يعملوا حاجه ولما بيكبروا بقى بيتعكوا بعد كده وبتبقى مشكله بجد فظيعه لانهم ما بيكونش متعودين فما بيقدروش يعملوا اي حاجه لما بيكبروا. هنا كنست بقى الصاله ومسحتها وروقتها وخليتها زي الفل، نزلت برضو على المدخل كده والسلم زي ما انتم شايفين، و بدات بقى تفرش السجاده اهو زي ما انتم شايفين برضو بسم الله ما شاء الله عليها. وخلص الفيديو كده، ايه رايكم؟